وترى الحيره ملي كتحير راه ما تعرف ما دير. دابا انا راه توني للجهه هذا سيدي راه دوار جديد الشرقي قسمونا شي صيفطوا الحباسات في حي النصر وشي خلاوه هنا. انا اليوم سيدي راه جيت كنقلب على بقعه فوق براكه باش نبني، لان داك المشروع ديال حي النصر قهرونا فيه. راه نوريكم اليوم وكنتشاور مع المشاهدين اللي كيهتموا بالشان المحلي ديال تماره وعماله صغيره تماره وهاد البلاد الكحله. المهم انا غتشوفوا معايا شي بقايا الله يرحم الوالدين. دور الكاميرا عندك هنا تشوف على تشوف القاعه كي دايرين، باقي الخير باقي كل شيء موجود. دوزيام البروميان ديال البريرك ولاو عندنا في تماره. الغياب ديال السلطه المحليه ما عرفتش شنو غندير معاهم دابا. انا باش ناخذ انا باش ناخذ بقعه فوق براكه كي ندير ونزيدكم ونبشركم بالخير. راه بدات عمليه ديال الهدم. انا غديكم بدات من عند واحد الفنان تشكيلي سميتو يحيى بدا عندو الترياب. كونوا سعداء وفرحانين بالترياب عندنا. انا اللي ندخل لكم المعقول. السلام عليكم. كاين واحد 40 مليار اللي جاتنا من وزاره ديال الاسكان اللي عطاوها لتمارة، وان على اساس انها تهيئ انها تمارة كنشوفوهم فرض على واحد مجموعه ديال القواتس على مستوى بعض الاحياء وبعض الشوارع. وقلبوا كيفاش تحلوا لنا المشكل ديال دور الصفيح؟ وتخصات شحال من مره ميزانيه لهذا القضاء على دور الصفيح؟ واش كتعرفوا حي النهضه والمسيره واحد والمسيره جوج؟ درهم رمزي ارض ديال الجيش الودايه، وعاد عندنا غادي نناقشوا هذه القضيه ديال الجيش الودايه والتعسف عليهم. راكم قهرشونا في هذه المدينه، شوارعكم زيرو، بلاناتكم زيرو، حتى شي حاجه ما معقوله في هذه المدينه. اكنطالبوا المسؤولين لا الحكوميين لا غيره انهم يديروا لنا حل لشي حاجه سميتها اعاده الاسكان في تماره. نزيدكم دائما نطالب المجلس الجماعي ديال تماره على اساس انه يتدخل في هذا المشكل ديال دور الصفيح، الا ان المسؤول الرئيسي والاول بالجماعه اللي هو السي محرج دالي دائما يقول بان المجلس ماشي من الاختصاص ديالو القضاء على دور الصفيح. ما تنساش السي محرج دالي، راك انت برلماني توصي العايد، راكم جوج برلمانيين واخدين الاغلبيه على مستوى العماله صغيره تماره، وعندكم كحزب الاغلبيه وانتم اللي مشكلين الحكومه. فبالتالي الريزو اللي خاصو يكون عندك باش تهضر مع الناس ديال دور الصفيح تهضر معاهم باحترام وتقلب لهم على حلول، ماشي تبقى تهضر معايا بالمسؤوليه ديال رئيس مجلس الجماعه وكتنسى راسك وكتنسى الحزب ديالك. نطالب باعاده اسكان قاطني دور الصفيح باش نتفاداو هاد المهزله اللي كاينه هنا. راه باركه علينا من هاد الشيء هذا، لاننا شي نهار غادي نشوفوا الناس كتموت بسقوط بعض الحجر على الناس اللي تحت منهم. دخلوا في القريب العاجل وشكرا لكم. معكم معزوز حسن عن المنتدى المساءله الاجتماعيه، وكنوعدكم بواحد مجموعه ديال الفيديوهات اللي غادي نفضحوا فيها المسؤولين هنا وغادي نسائلوكم. السلام عليكم.